هذه العشيرة أن يأتي هنا. حاضر. فلتأتي أنت هنا. وين؟ إلى أين؟ لا تضربه، من ضربه؟ تعال هكذا، أرني ما لديك. هذا لكي أن تتعلم الأحرف، فالبيت الصغير لديه الألعاب التعليمية والترفيهية. أولاً هذه الهدية لك لكي تتعلم الأحرف العربية. هل تعلمني اللغة العربية؟ نعم لك، لأنك أكلت بعضها قبل قليل. لقد أتيت وأنا لم أتغدى. أها، ذلك السبب. أيضاً ما هذه؟ بدل هذا الحصان البطيء. هذا ذلول؟ ذلول 25 24. لقد نزل في غير موعده. نعم، لكي تهرب من القوم بسرعة أيها الفارس. وما أدراك أنني دائم أهرب. لقد كب عفشك الآن. يا لهوي. إنها لم تطول جعلك. إنني مفضوح أمام الملأ. أولا لديك سهام لديك سهم رماح بدون رماح، وهذا أكبر اسمه نبل. نبل بدون أسهم. إنك ما تدري إلى أين علموا لك. إلى هذه والله لا تعلم من. إنك تحتاج لهذه الحروف أكثر مني. سوف نتقاسمها. هل لديك أيضا شيء ولا؟ أيضا لدينا السياكل ولدينا الألعاب. أين ذهب؟ أين ذهب؟ انظر انظر أيها الشيخ. لا تخوف حصاني فيسقطني. مثلا أنت بعد الحرب أتيت وأنت طفشان، ماذا تفعل؟ إنني كثير المنقود عليك. لا، إنك سوف تفعل هكذا أيها الشيخ، أنا أعلم بك. وما أدراك أن شفي أنا على إنك تحبها. إنك تحبها. اذهب أيها الرجل. هيا يا كبير القوم، كبير القوم، هل لديك متجر؟